عايز اسالك بسرعه كده، ايه سر التالق؟ بيبقى دايما بيكون في سموحه، يعني في كيمياء كده مع سموحه، تروح الاهلي تروح هنا ترجع تحترف ترجع سموحه، الامور بتختلف دايما مع نادي سموحه. لا والله، هو نادي سموحه طبعا كل الناس عارفه ان نادي سموحه دايما بيبقى العين عليه اكتر، ان في لعيبه كتير بتبقى هنا بتتالق بتروح منتخب، بيبقى في بيع، تيجي تتالق بيبقى في سهوله في البيع والشراء في النادي، فده بيشجع اي لاعب ان هو، وخاصه ان في جو هادي كمان، انت تقدر تطلع كل حاجه، مستوى كل حاجه انت بتلاقيها هنا، من 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 تمارين، من هتتعب هتلاقي مجهودك بيكلل بحاجه كويسه. لا هو النادي طبعا، انا بالنسبه لي نادي سموحه ده حاجه كده يعني بالنسبه لي في قلبي، يعني حلو عليك ده. طبعا طبعا، فانا بتمنى الفتره دي ان شاء الله تعدي على خير يعني، ونفنش الموسم ده، لان احنا الحمد لله لازم نحافظ على الفتره دي، احنا ماشيين كويس، ان شاء الله نفنشها بشكل احسن من كده واجمد من كده ان شاء الله. هبدا معاك من الموسم الاخير وهنخش في كام حاجه كده بعدين. يعني الموسم بدا كنت بعيد شويه بسبب الاصابه، وبدات ترجع واحده واحده، دخلت في جو الماتشات، رجعت تاني للهواية المفضلة ليك التهديف. كلمني عن البداية بقى، وفكرة ان لاعب موسم يبدأ ولاعب هداف ويبدأ الموسم وهو مصاب، اكيد بيبقى لها تأثير سلبي شوية عليك، وقدرت ترجع ازاي تاني ان انت تتأقلم بقى وتخش في جو المباريات؟ طبعا انا مريت بمرحلة الاصابة دي، كانت اصابة صعبة، لان هي كان موضوع كان كسر طبعا لعيب الكرة، ده بيسبب ازمة كبيرة، خاصة ان انت بترجع وبرضو المستوى، انت بتبقى في عنف ان انت عاوز ترجع بسرعة، عاوز ترجع لمستواك، عاوز تنافس على هداف الدوري في اقرب ماتشات ليك في البداية، فده كان مرتبط ان انا لازم اتمرن كويس واركز اكتر. احنا برضو كان في برضو معانا فادي فريد، كان ماشي بصوره كويسه، وانا طبعا بتمنى له التوفيق، بتمنى كل الفرق التوفيق، بس انا الفتره دي كان فادي موفق فيها اكتر، فانا كان دوري ان انا لازم اتمرن وادي كل حاجه عشان اقدر ارجع بسرعه. فالحمد لله ربنا كلل مجهودنا، مجهودي ومجهود الفرقه، اللي احنا الحمد لله احنا في مكان كويس في الجدول، وإن شاء الله يعني نقدر نكمل على كده، وأنا من هنا أنا إن شاء الله يعني هنفنش وهنروح في حتة كويسة في آخر الدوري إن شاء الله. الغيرة في الكورة حاجة صحية، ورجعت من الإصابة، فادي فريد لعيب جاي جديد من البنك، معدل تهديف كويس، كان هداف الفرقة، أكيد المنافسة دايما بتصنع حالة من القوة ما بين الاتنين المهاجمين. الغيره حاجه صحيه في الكوره حسام، ولا شايف ان هي احيانا بيبقى لها ضرر على لعيب اخر يعني؟ لا والله، الغيره بص، انت لازم تشوف نفسك انك لازم، انت عاوز تلعب، عاوز تكسر الدنيا، ده كله هيبقى حاجه صحيه للفرقه. انا شفت فادي ماشي كويس، يعني اتعاملت بطريقه احترافيه اكتر، اللي انا اكون ما حبيتش نفسي على الفرقه، لا في وقت لازم انت، لازم هو شكل الفرقه هو اللي يبقى هو اللي كويس، فمن هنا هيبان حسام كويس، ده فادي كويس، كل اللعيبه اللي بتلعب في كل مكان هتلاقي بتظهر بصوره كويسه، خاصه لما بتيجي انت تشارك والفرقه ماشيه كويس، ده بيبقى فيه انطباع انك هتأدي وهتبقى مرتاح، فده الواحد يشتغل عليه. مع برضو ما مش عاوز انسى دور الجهاز الفني، كابتن احمد والجهاز بصراحه كله شغال مع اللعيبه من اول الهاني سليمان لحد يعني اصغر لاعب اللي هو بيكام مواليد 2009، فكل الناس بصراحه شغاله وبيتعبوا، فده انت زي ما انت شايف شكل الفرقه الحمد لله ماشيه بصوره كويسه، وان شاء الله نكمل كل جمله هقولها، ان شاء الله نكمل ان احنا ان شاء الله نفنش بصوره كويسه، لان نادي سموحه يستاهل يعني.